احنا حكومة السيد مهدي جمعة تمنينا لها النجاح، واعتقدنا ونعتقد انه في نجاحها هي نجاح لتونس، لكن زاد نحن معناها كفاعلين سياسيين نراقب هذه الحكومة ونقف على الزلات او الاخطاء ان وجدت، ونأمل ان يتم تداركها واصلاحها بما فيهم كما نعرف انه هنالك مساءلة لوزيرة السياحة وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالملف الأمني على خلفية زيارة معناها إسرائيليين لتونس. دونك إلى حد الآن هنالك تعامل معقول مع متطلبات المرحلة، وخوفنا كل الخوف أنه المشاكل الاجتماعية اللي هي معناها تعيشها تونس في الفترة الأخيرة أنه يتم معالجة المشاكل هذه على معناها على حساب الطبقات الضعيفة والدنيا، كما نعرفوا أنه سي مهدي جمع في أكثر من مناسبة ذكر أنه يلزم نقوم بتضحيات من أجل إنقاذ المرحلة. أملي أن التضحيات هذه معناها يتقاسمها الشعب التونسي الكل، ما تتقاسمهاش طبقات الدنيا والضعيفة والمتوسطة اللي كما نعرفوا أنها مقدرتها الشرائية زادت اهترأت وزادت ضعفت، خاصة معناها بالارتفاع الكبير ياسر اللي شهدته الأسعار، وخاصة أنه معناها نسبة التضخم اللي تعيشها تونس ما عاشتهاش منذ زمن طويل. وبالتالي نأمل أنه الحكومة تتعامل بمعناها بمساواة أو تتعامل بكثير من الحذر فيما يخص الملفات الاجتماعية والاقتصادية اللي نعانوا فيها أزمة في الفترة الأخيرة.